ايوه كده يا عبد، اطلب من ربنا، قول يا رب، قول يا رب اشفيني انا واللي زيي يا رب. ايوه يا رب. انت عامله؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بحبك يا عبدو، بحبك قد الدنيا كلها، وامنيتي ان انا اشوفك بتمشي قبل ما اموت. سيدة موسى عيسى، احنا من الفيوم، عنده 28، اسمه عبد التواب محمد نزلاوي. حالته ظهرت عليه من ساعة ما اتولد، مولود كده. حسيت لما كمل يجي 4 شهور 5 شهور وما كانش بيتحرك، ولا زي ما اشيله زي ما احطه ما يتحركش خالص. جيت رحت له المستشفى، رحت له اول حاجه ابو الريش، فعالجته شويه في ابو الريش، وبعدين رحت مصطفى محمود. قعد ياخد علاج طبيعي كتير في مصطفى محمود، ما كملتش عشان الحاله الماديه وكده، عشان كانت بالفلوس ما كملتش. رحت معهد الشلل، فضلت فترة جامدة في معهد الشلل لحد ما كبر بقى وتقول علي، ما بقاش اقدر اشيل. انا عندي 56 سنة، اخواته متجوزين بنتين ومعايا ولد ابن قاعد معاي، بقول انا ومرات اخوه اللي ما بقدرش عليها بتعملها هي، يعني هي في النهار عايز يروح الحمام بتشيله توديه، عايز ياكل بتوكله، وعاوز حاجة، وأنا بالليل بقى عشان أنا اللي بنام معاه بالليل، اللي يعوزه بالليل عايز يشرب عاوز ياكل عاوز يخش الحمام أنا معاه. أنا كل اللي محتاجاه إن هو يمشي يشيل نفسه يدخل نفسه الحمام بس، عشان أنا ما بقاش أقدر عليه، وأنا تعبانة وعاملة عملية وشايلة الكلى ما بقاش أقدر عليه. عنده كهرباء، بس الكهرباء مش بسيطة، يعني مش كهرباء جامدة، يعني نسبة كهرباء في مخه، بس هو عنده ضمور في العمود الفقري. قال لي الدكتور اللي كشفت عليه، قال لي محتاج عملية، ورحت بكلية عين شمس برضه وكشفت وعملت هناك كشف، وقالوا لي محتاج عملية في ظهره، وانا ما نقدرش احنا نعمل العمليه عشان العمليه مكلفه شويه، احنا ما نقدرش نعملها. هم قالوا لي ده هيركب جهاز في ظهره، في العمود الفقري بتاع ظهره، هو لما بوقفه كده بيقف معايا، بس لما بيمشي عنده رجله طويله ورجله قصيره، بيمشي على صوابعه كده، رجله القصيره ما بتوصلش الارض، بيمشي على صوابعه، وعنده الهزه اللي حضرتك شايفاها دي مش متحكم يعني في نفسه عشان العمود الفقري. كان الدكتور اللي بيقول لي كده بيقول لي عشان العمود الفقري هو اللي ماسك الجسم كله، فهو بيتهز كده عشان المشكله عنده في العمود الفقري. هو كان الدكتور قايل لي عاوز جهاز في العمود الفقري بتاعه، وساعه قالوا لي كده كانت تكلفته قال لي 200,000 جنيه. اطلب من امنيه من ربنا ان انا اشوفه بيمشي على رجلي، مش عاوزه حاجه من الدنيا الا كده، مش عاوزه حاجه من الدنيا ان اشوفه هو بس كده صلب نفسه. بحبه اكتر من اي حاجه في الدنيا، والله العظيم بحبه اكتر من اخواته السلال، يعني هو بحبه اكتر من اخواته السلال. ومن ساعه ما جبته هو ما جبتش عيال ابدا بعديه، عشان ما اهملش فيه ولا اجيب عيل بعديه، كنت لسه صغيره، وكنت ساعه جبته كان عندي 30 سنه، وكنت ما بعد ما جبته حلفت على العيال معايا اللي بعديها ابدا اجيبه، عشان ما احسش ان انا اهملت فيه، عشان تبقى متفرغه له هو. بس بقى انا سن بيكبر بقى، هو بيكبر وبيتقل عليا وانا بكبر. بحبك يا عبدو، بحبك قد الدنيا كلها، وامنيتي ان انا اشوفك بتمشي قبل ما اموت. ايوه كده يا عبدو، اطلب من ربنا، قول يا رب، قول يا رب اشفيني انا واللي زيي يا رب. أيوه يا رب. كل أمنية وأمنية حياتي في الدنيا إن أشوفه بيمشي، أشوفه بيدخل نفسه الحمام،
مش عاوزه يتحوج له ولا يتحوج لحد ولا، عشان انا سني بيكبر ومش قادره عليه وتعبانه وما اقدرش، مش قادره عليه. هي امنيتي في الدنيا كلها كده. انا كنت بشيل وكنت بقدر عليه، بس من ساعه ما عملت العمليه وشلت الكلى ما بقدرش، ما بقدرش عليه. ما فيش الا مرات اخوها الله يبارك لها هي اللي بتساعدني فيه، واخواتي واخواته كل واحده في بيتها مش فاضيه برضه، كل واحده في بيتها باولادها كل فن وفن. لما منهم واحده متجوزه في البلد بتيجي كل سنه مره، والتانيه هنا في مصر بس مش فاضيه من بيتها ومن اولادها وجوزها، كل واحد عنده اللي مكفيه مش فاضيه.